فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا في مكة يصلي بعض الناس في الإزار دون الرداء. ها؟ يقول: أحيانا في مكة يصلي الناس في الإزار بدون رداء، فهل ينكر عليهم ذلك؟ لا، هذا خلاف الأولى والأفضل، إلا صلاتهم صحيحة إن شاء الله، لكن الأولى والأجمل أن يستروا أكتافهم وصدورهم وظهورهم. نعم.